وبمناسبة احتفالنا بمرور 170 عاماً على تأسيس المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية، نطل عليكم في سلسلة لقاءات تحمل معها تاريخاً عريقاً وذكريات جميلة تحت عنوان قلب الأبرشية النابض في ذاكرة محبيه. ما هي أهم الذكريات والأحداث التي عشتها وأنت طالب في المعهد الإكليريكي؟ كان أبونا صمامة وإحنا صغار يجي ويحضرنا للسمينار. كان أبونا سيلفيو بدوش يعني يوديني على السمينار، قال هذا لا تسجلهوش، بس أبونا صمامة سجلني شايف، ورحت على السمينار بعد الحرب، حرب 67. بس هاي شغلة أبونا سيلفيو ربنا كان وراها، لأنه لما كان أبونا سيلفيو في السودان بعتني عنده، فاللي ما كانش بده إياني أصير خوري كنت خوري وساعد إله وداعم لحياته. من أجمل الأشياء في السمينار، السمينار الصغير السمينار الكبير، هو الشباب اللي تدرس معاهم بضلوا دايما عالقين في وجدانك. هلا صاروا خوارنا، حتى اللي ما صارش خوري بيضل من هذا، ففي علاقة خاصة بين الخوارنا اللي بيعيشوا مع بعض وبصيروا خوارنا مع بعض، بتضل هاي إشي حلو. فترة السيمينير في إشي حلو فيها، اللي هو صراع للدعوة، لأنه ما حدا يفكر إنه لما مندخل بالسيمينار خلاص إنه أنا لازم أصير خوري. بضلني طول الوقت أقول بديش أصير خوري. بجوز هذا الإشي الحلو، إنه ربنا اللي بيعطيك الدعوة بهديك إياها هدية منه، يعني أنت بتستحقهاش، ربنا هو اللي بيعطينا إياها. وهيك هالتجارب اللي كانت ضد الدعوة هي الأشياء اللي ظلت فيه، ونعمة الله هي اللي انتصرت في النهاية أصير خوري. بهيك أنا بعد حالي تربيت على عيد آباء قديسين اللي هم خوارنة بيت رام. بجوز مش بس أنا لحالي بقدر أقول هذا الكلام، غيري إنه كانوا كهنة قديسين لهم وزن، هاي وتعلمنا منهم أشياء لليوم لما منعيشها نتذكرهم. ما هي أهم الذكريات والأحداث التي عشتها وأنت كاهن منشئ في المعهد الإكليريكي؟ هلأ على زماني ما كنتش منشئ زي ما بعدين بعد سنة أو سنتين صار الإشي أوضح، لأنه عزماني كان البنى، فكنا نبني، وأنا من الناس اللي راقبت المبنى يعني أكثر الوقت. فهي الفترة شوية كانت صعبة إنه نمشي سنة روحانيات، فصرت في السنة الثانية بعدها بدل حطوا واحد ثاني مسؤول عن الروحانيات، وأنا صرت مسؤول عن البستان، وعملنا بستان حلو، وبجوز لأول مرة بينعمل هيك بستان في السمينير مع بيت بلاستيك
مع انه ناكل بالسمينير اكل كمان عضوي وهذا كان حلو. ولهلا بظن موجود هاي الاشياء وضل حلو السمينير. شوف في كثير ناس في حياتهم لو كنت تقول لاخوري بتحب تروح على السمينير يقول لك لا. انا لا، انا العكس. لو كان اي واحد يقول لي تروح على السمينير يقول له يا ريت ارجع للمكان اللي انا شربت منه، انا اللي صرت خوري فيه، اللي فيه كل ذكريات الشباب الاباء. ماذا يعني لك ان تحتفل بمرور 170 عاما على تاسيس المعهد الاكليريكي؟ هلا السمينير 170 سنه، وقصة بيت جالة بعرفها أنا شوي. لما نشأت رعية بيت جالة أساساً بتضل شو بيجي ببالي بعرفش. أنا خدمت كمان كخوري في بيت جالة. الكنيسة بيت جالة عظيمة شكلها من الداخل والهذا، وإحنا كسمناريست تربينا فيها، لأن هي كانت كنيستنا، كنيسة التنشئة الكهنوتية وإحنا صغار. قلب الأبرشية النابض في ذاكرة محبيه.